بصراحة التكريم كان السنة الماضية، يعني رفقت مجموعة ديال الفنانين ونجوم في الساحة المغربية وفي التلفزيون المغربي. هذا العام كانت يعني دعوة، هي أصلا تكريم بالنسبة لي، يعني دعوة للحضور لهذا ليفينمون اللي كتقدمو تو براذرز. وكانت التفاتة جميلة جدا أنه يعني جوج من خريجي عرب ايدول يعني قاموا برسم مباشر اللوحة ديال الصورة ديالي على الخشبة. سا ما بوكو توشي زعما، صراحة كنشكرهم جزيلا، وكان جميلة ومبنية على الحروف ديال هشام هاء شين الف ميم. و تو سامبلومون قلت لهم ميرسي باسكو هشمتوني بالبراعة ديالكم، فريمون كانوا تخي دوي. هاد الاكسيون اللي كتجير تو براذرز هي كما قلت قبيلة فوق الخشبة، هي صراحة كتخرج لي زومبلوي ولا لي ديريجون ديالهم من الجو ديال العمل والمثابرة، من جو التنافس لا كونكورونس بيناتهم بين شركات، سواء نفس البرودوي او لا ان اوتر برودوي، وكتخرجهم التنافس الرياضي. وتو براذرز ذات كتروح لهم واحد الروح، كتلوح لهم الروح، فولات روح رياضيه. العام الثالث ديالي مع لاني واكبنا هذه التجربه هذه ديال، خصوصا ان تو براذرز كتحاول تجمع مجموعه من الشركات لممارسه كره القدم داخل القاعه، وهي اللي كنعرفوا انها كانت تعاونيات من قبل البطوله ديال الشركات اللي ما بقاش. تو براذرز الان حاولت ترجع هذه البادره هذه، ربما اكيد انها هي مشكوره على اعتبار انها جمعات استطاعت انها تجمع 120 شركه من مختلف المدن الكبرى المغربيه، وربما غادي يكون العدد اكبر. كنعرفوا العشق ديال المغاربه لكره القدم، الان دخلت لكل المصانع والمعامل وكل الادارات المعروفه في المغرب. صافي بليزير انني نكون من بين المكرمين خلال هذه الامسيه هذه. هذا هو العام الثالث اللي انايا كنشارك مع تو براذرز. التجربه صراحه اكثر من رائعه، كنتمنى انها تواصل، وكنتمنى بانها تزيد تكبر 120 فريق نوصلوا ل 200، ولما لا انها تولي بطوله على طول العام ماشي غير 6 اشهر. شكرا لتو براذرز، وكنتمنى لهم ايضا التوفيق في المسار ديالهم القادم ان شاء الله. اليوم كيفاش تورو ديال تو براذرز؟ انا كنشوف دوري رائع، جمع مجموعه من المؤسسات، هذا شيء جميل، وفي نفس الوقت كنتلاقاو مع الحباب على راسهم سعيد مسكين اللي كيبقى من الله يحفظك الاخوان ديالنا والحباب. وصراحه هذه بادره طيبه، وكنشكركم حتى انتم، صافي بليزير، ميرسي للمنظمين، ونتمناو هذا الشيء يستمر. شكرا. بون كيما كتعرفوا ان كور بوليس سوكر كاب هو لو تورنوا ناسيونال انتر انتربريز دو فوت، دونك بطوله الوطنيه لكره القدم بين الشركات. هذه السنه هي في النسخه ديالها الثالثه. هذه السنه عرفت حوالي المشاركه ديال شي 1000 مشارك اللي كيمثلوا 120 فريق، كيمثلوا مجموعه من الشركات، دونك دي زونتربريز ناسيونال اي ميتيو ناسيونال، في مجموعه من المدن عبر المراحل الاقصائيه، مدينه الدار البيضاء، مراكش، الرباط، طنجه، فاس، مكناس. دونك هذا العام كيما كتعرفوا في لا بروميير اديسيون كانت غير الدار البيضاء طنجة والرباط، في لا دوزيام ديسيون جبنا مراكش، هذا العام جبنا عاوتاني فاس ومكناس. حنا لوبجيكتيف ديالنا انه هذا ليفينمون يكون على المغرب كامل، دونك ما يبقاش غير على لي كروند فيل، بوكوا با كاع نديرو مثلا ان شاء الله في وجده، نديرو في العيون، نديرو في هذا، دونك هذا هو لوبجيكتيف اللي حطيناه من الاول، والحمد لله حنا غاديين فيه. يعني كل عام كنزيدو اون فيل، كل عام كنزيدو اون ايتاب كاليفيكاتيف، دونك هذا هو لوبجيكتيف. وكيبقى الهدف الاول والاخر ديال ليفينمون كيما كيعرف الجميع هو انه كيمكن العمال والموظفين ديال الشركات باش كيخرجوا من الاطار ديال العمل وكيتلاقاو بيناتهم، دونك ما كيبقاش هذاك الكونتاكت بيناتهم غير داخل الشركه، كيخرجوا كينساو شويه ديال لو ستريس. سا فيرمي ايغالمون دو رونفورسي لو سونتيمون دابارتونونس دي سالاري ا لوغ زونتربريز، دونك كينمي هذاك روح هذاك الانتماء للشركه، انه ملي كتكون شركه اكس كيدافعوا عليها بالمايو ديالهم وكيبغوا ان تربح، وهذا دونك هذا الشيء ايجابي جدا لرب الشركه انه غادي يكون عنده دي سالاري موتيفي وكيون فريمون ان سونتيمون دابارتونونس تري تري الفي.